مروه الصابوني صاحبه اول موقع للهندسه المعماريه، لما تم ضرب حمص سوريا رفضت ان هي تطلع وان هي تسيب حمص، قالت انا موجوده ومهما يحصل مش همشي، وبدات توثق كل اللي بيحصل في كتاب، مش كمهندسه معماريه لكن كأم لطفلين وزوج، وبدات تكتب وتوعي الناس، وان هي بتقول ان ما ينفعش حياه بدون وطن وما ينفعش وطن بدون الناس، عشان كده لازم نوثق دايما ونقول للشباب اللي طالع ان المكان ده بتاعكم وانتوا لازم تخافوا عليه وتحافظوا عليه، وان هو ده اللي هيعيش لكم للمستقبل. السلام عليكم.